وبالمناسبة المهندس شريف، يعني المهندس شريف رجل من أفاضل الناس اللي أنا شفتهم في حياتي. صدقوني أنا ما بجاملش في كلامي مع حد، وبالمناسبة المهندس شريف، يعني المهندس شريف رجل من أفاضل الناس اللي أنا شفتهم في حياتي. صدقوني أنا ما بجاملش في كلامي مع حد، دي طبيعتي على كل حال، لكن هو رجل